طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. بلكو بتر خوزي كن وان امن قول بيفا خودت بن او بيت كان ما فيري نيفيجان بكا هر وكو يوحنا جي شاگردن خو فكرين دمه نيفيجت كان بيجن بوب ميل عسماني بلا نوفيتا بيروز بيت بلا باشاتيا تبهت بلا حزا تبجه بهت كاچاول عسماني هر وصال عرديجي نان مي روجانا هر روج دما القنه ما ببورا چنكو ام جلوان بورين ين قنه در حقامة دا كرين او منا خطاقي كرنه دا لمش خراب كاري قرطال بكا خودت پرتوکم پیروز دا یه را گهاندی کو مسیح دهه دا ببیتا رزگار کر جهانه جیان مسیحی وی چند سلمینید کو او پراستی او کسی پیغمبران بحث جه کری ایشایای پیش بینیا کری کو کچکان شوکری دی دو گیان کویتو دی کرک بیت پشتی چند صد سال یکانج دا اگبون عیسای جهاتنا وی پیش بینیه بو پرتوکم پیروز راد گهینن کو او پاکو پیروزش داگ بیت دیب کره خوده هیت اپناف کرن آنکو دی بجن عیسای کره خودش لای گیانی و نش لای لشی و ات شوازه وی جیان دا یا او جیای ام وی چندید بینین خلق شنساخیان ساخ کر الگونهان بوری خلق بو خوده وگران سوز دای کوان جهل پاشاتیا حتا حتایی خوده هبی اویل شینا گونه نوان خوکر قربان افجا جارکادی جمرنه رابو وول سر مرنه زال بو عیسای گوت کس جیانا منش من ناس دینید لی اشن خود کم گوری جیانا عیسای بتنیب جهاتنا نویسارم پیغمبران نبو سلماندنا راستیا پیوا پیروزا خودجی بو پیغمبران را گهاند پیوا خدانی یا بیکی ماسیا پیوا تهی خداوند بو حتا حتایه یا عیسای بخو گود عرد و عصمان ده شناف چن لی پیوین من چجاران شناف ناچن عیسای ها دا جیان به همی تجیات که خوب ابدتما لی دمی مرووی الباخ چه عدن بگوتنا خوده نکری
مروی هل بجارد کپریکا خو بچی تو کریاری نوی بونه اگر جدا بوناویش خوده. پرتوکا پیروس راد گهینید کو همیان گونه هن کرین و کریا گونه هجی مرنه. آن کو مرنا گیانی کو اوجی جدا بونا حتا حتا یش خوده. لی کچه و خوده برانه کنار دال شینا کره ابراهیمی بمرید و ساجی خوده عیسی مسیح هنار دال شینا ما بمرید. جیان و مرن و رابوناوی او پیوند یاد نفبر خوده و همی اوین باوری پی های درست گروه. نوکه اویب دیف ایسای کفتین نبتنه لگونه هنوان هات یبورین. لی او یج داد کرنا حتا حتایی یا خوده جیرزگار بوین. اوان بهشت یا مسوگر کری و حتا حتایی دیتی دال گلوی جین. او افرو ایسا پیشکشی هر ایکی دکت جیان و آزادیه. رامانا و چند اونین که او بدیف آینه کیب کوید. لدوید باوری اینان پر ایسای حل بجیرید. کود بجید از البر درگهی راوستیای مول درگهی دم. اگر ایکی گل دنگم بیتو درگهی وکت از دهیمت جورول نکوی. رامانا و چند اوه که ام بخده وگرین و پشت راز بین که عیسی دهیتت نف جیان آمده و دلگونه ما بورید و دول مکت کل دیف حزاوی بجین. نبس به هزره بتنه یانجیش لای سوزداری ولسر گاز یاوی رازی ببین. لی ام بکرم پریکا باوری وی قبیل بکین. افکر یا رجی بحزو داخاز آمه. دم خلکی آماده بید دیف مسیحی بکوین دبید پریکا نویجه که سادت گلوی باخوین. دبید تو نکه آماده بی بوی چند کودرگه جیان خو بخده وکی. اگر وصایه تو چی پشک دارید وین ویجه دا بکی بوی ببیدنگی دل خدا بیجه. خدا عیسا من پیدوی بتهیه. سپاس که تو سرخاچش پی خمد گناهید من مری. از دام پیدانید که مش گناه خو تو بدارم. از درگه جیان خوفت که متوک و رزگار کر و خدا قبیل دکم. سپاس که تو گناه من بوری و تا جیان حتا حتا ایدامن. من بکی او کس یتا دوید. شویده می یه از بمه ایک شوان کسیم دیفتت کبن. امین. عیسا درباره اویم دیفی کفتین بیجید بازی من گوه خود دتا دنگی منو اسوان نیاسمو او بدیف مت کبن. دا کتوی جیانا تجی تاقی بکی او عیسای سوس پیدای اویم دیفی کفتین هر روش پریکا نویجان گل خودت آخوون و پیوینویت خینن. یانجی گهدانا پیوینویت کن. خلک دی بشیوه که رکو پیکل گلوان ین دیفوی کفتین و حجد کن کم دبن. سوزاوی البیره هوا بید. همی هیزال عردی و العصمانی بمن هات یدان. از هردم یل گل هوا تا دیماهیا جهانه.